الخير. مساء الخير. تفضل. هو ده ساكن جديد؟ ايوه. على فكره مراته بعتت لي كم مره علشان ازورها. وزرتهم يا حبيبي؟ ازورها ازاي من غير ما اخد منك الاذن؟ لا يا حبيبي، دول جيران لازم تيجي تزوريهم. تعرف انهم دفعوا 1000 جنيه خلي ورجل؟ يا خبر ابيض، دول لازم جماعه اغنيه قوي. عرفت منين الخبر ده؟ من مذيع العماره عمر. طبعا هو في حد غيره. امسك. اه يا نور، فاكرني نعسان؟ لا ابدا، انت كنت بتشخر. ايوه انا بشخر كده مخصوص عشان حرامية يعرفوا ان في البيت فيه راجل. مبسوط. ايه رايح فين؟ مش استلمت العود؟ اه رايح انعس بقى. ولا عشا ولا حاجه؟ لا انا اتعشيت والحمد لله. مش شكة ولا شك؟ لا عندك الوقت العصب تصنع على خير. ما تنساش تقول للست تصنع على خير. اعمل لك ساندوتش يا حبيبي. تعملت يا حبيبي؟ انا شبعان. اسمع، انا شفت حضرتك فين؟ لازم تقلق. صحيح. اهلا يا صباح برد المفتح، يا صباح الزين، يا صباح القشطه. يسعد صباحك يا عمر. سيدك خرج؟ سيدي؟ سيدي مين؟ سيمونير. سيمونير يبقى سيدي؟ ده صاحبي، ده صديقي، وعلى كل الاحوال لسه ما خرجش جوا عيفته. طيب ما تنساش تقول للست تشرفتنا بزيارتها النهارده. الا دونير، هي ستك ده الله يعزك محتله على المعاش. ازاي بقى؟ ما شفتهاش خرجت مع سيدك ابدا. اصلك مش فاهم حاجه. طب ما تفهميني. لا لا لا، خليك على عمك احسن. وتشكر، كتر خيرك. الله، انت زعلت؟ خد، شلتها لك من امبارح. اموت في التفاح، وخدود التفاح، وابوس التفاح. لا ارجع، ده لسه ما تقطفش من على شجره يا حبيبي، ده ثمنه غالي قوي. غالي قوي، ولو ندفع حياتي فيه برضه غالي قوي. الغالي يرخص لك، بس لو كان بالحلال. احب الحلال. واعشق الحلال واغرق لشوشتي في الحلال يا ابوي. يا همك حلو يا مصروف. يا لا واحد اديني القطه. لا تاخدش يا قطه واحده. لا لا، يا نهار مهبب، يا نهار مطيب بطين ابليس. اللبن، اللبن فار. فار؟ طب ما مسكتوش ليه؟ وايه اللي فور اللبن؟ القطه بتاع الجيران. انت ايه الكلام الفارغ بتاعك ده؟ انت واخد المساله هطلت هزار؟ لا ابدا، القطه فضلت تنونه وتنعبش لحد ما فورته وفورت دم انا كمان. تنونه وتنعبش؟ انت هتسوقها بلع شيطان. لا ابدا. ما تدقش. ما تدقش. اللبن مش فار. قوم انت مع السلامه، واما ترجع اكون حضرت لك كوبايه شاي بلبن زينه قوي. ايه ده يا عمر ده؟ مش تحاسب؟ مين فينا اللي يحاسب؟ لا لا، مش عيش الواحد جاش كده ما عليهش.
انت ما تهدمتش في اللحظة. فاهم؟ ايوه فاهم. روح انت مع السلامة. الله يوسع عليك. مع السلامة يا مدير. تبعت الاخ. مع السلامة يا بابا. مع السلامة يا حبيبي. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. ايه ده يا راجل؟ نبقى جيران ولا نعرفش بعض؟ والله عندك حق. انا منير سعيد سكرتير شركة الاطفال المصرية. كده؟ ايوه. ده احنا نعرف بعض بقى من زمان. ازاي يا فندم؟ انا عميد الشركة وصديق الاستاذ فوزي المدير من ايام التلمسة. انما زي ما بشوفكش هنا. وازاي هتشوف الموظفين الصغيرين؟ يا راجل بلاش تواضع. بالعكس انا يهمني جدا اني اتعرف بالشبان المثقفين اللي زيك. اشكرك جدا. انا يا سيدي حامد ناصر. استاذ حامد ناصر؟ ده انا اعرفك من زمان. منين؟ انت فاهم الحسابات كده. اظن مفيش مانع بقى تشرفوا عندنا تاخدوا الشاي ويانا. وعلى الاقل يا اخي اطبخ كل عشاء جديدة. اهلا استاذ منير. خير؟ ده ايصال ال 3000 جنيه اللي حضرتك طلبت مني اودعهم في البنك. متشكر. على فكره الاستاذ وكيل حافظ عميل الشركه الجديده، وافتكر انك عارف من زمان ان احنا كنا عاوزين نتعامل معاك. فشرفنا يا فندم. الحقيقه ده كسب كبير للشركه. عفوا استاذ. الاستاذ منير سكرتير الشركه موضع ثقتي المتنهي، كل شيء تطلبه منه هيؤديه على الوجه الامثل. احنا في الخدمه يا فندم. اسمح لي عندي شويه ملفات عاوز ارفعها. اتفضل. روح انت يا حسن. سعاد مراتي جاي حالا. تحب سكر قد ايه يا ايهاب هاني؟ متوسط. عال خير الامور الوسط. ده يدل على اني ست معتدلة. ميرسي. اتفضلي. وانت يا استاذ منير؟ شوية بسيط. ده يدل على انك راجل متواضع. اشكرك. اتفضل. تفضل. تفضل. اقدم لك الهام هانمي زوجة الاستاذ منير. اهلا وسهلا بيكي. اهلا وسهلا. جيراننا. شرفتم. تفضلوا. ارجو انه يكون حامد قام بالواجب. واكتر من الواجب يا فندم. مبروك على شقة جديدة يا سعاد هاني. ميرسي يا فندم، دي تنقية حامد جوزي. الزوج لطيف جدا. عايزه ايه يا اتهام؟ انا جايه لك يا ماما. لا خليك حبيبتي، احنا جايين حال. سلمي على طنط وعمك يا سهام. ازيك يا بابا؟ اسلمي يا روح طنط. ازيك يا عم؟ اهلا اهلا اهلا. ما شاء الله. واسمك ايه بقى يا حلوه؟ اسمي سهام منير سعيد. كده؟ سهام مرة واحدة؟ حاسبي بقى على قلوب الجيران. يا سهام. وبعدين معاكي، حط العروسه مطرحها. لا والله ما هي راجعه، خلاص بقت بتاعتك. ما تعودهاش على كده يا استاذ حامد. ما تعرفيش قد ايه اكون سعيد لما ادي اي طفل اللي هو عايزه. ده طبعا احساس كل انسان محروم من الاولاد. كل شيء له اوان، بكره ربنا يعوض عليكم. ده شيء بيد الله. نستأذن بقى. ازاي الكلام ده؟ احنا موطبين انكم تتعشوا ويانا. متشكرين جدا. اقعدوا تعشوا معانا. معلش علشان منير حاجز لنا تذاكر للسنة، تبقى الزيارة دي ما تتحسبش. انتوا كمان لازم تشرفونا. طبعا طبعا.
احنا بقينا جيران ولا فيش تكليف، هنزوركم وتزورونا، مش كده يا سعاد؟ طبعا طبعا، انست وشرفت يا فندم. ميرسي، مع السلامه، تصبحوا على خير وانت من اهلك. يلا زيارة تفضل عينك دايغة عليها طول الليل، وانا ماليش اي اعتبار. يا جرأتك يا اخي، خاص من جوزها اعمل حساب. عظيم، انت صعبان عليا. الغيرة اللي مسكاكي وضغط الدم اللي عندك مأثرين على اعصابك. ابعد عن اللي في دماغك، انا عارفك كويس. على كل حال ماهيش احلى مني. خلاص اتفقنا. خايفة من ايه لما هي مش احلى مني؟ يستحيل هفضلها عليك. غرش الانسان لازم يجامل ضيوفه. الكلام ده صحيح؟ يعني بس ولا كلمه. انت عارفه قد ايه انا بحبك، وانك اعز شيء عندي في الدنيا كلها. بتحبيني صحيح يا حامد؟ اوي يا حبيبتي، بس انا عاوزك تروحي تنامي علشان اعصابك تهدى ويخف ضغط الدم اللي عندك. انا عاوزك تفضلي جميلة دايما. يلا يا حبيبي، يلا. الفلوس دي كلها منين؟ حوشتهم من المصروف علشان حفلة عيد جوازنا. يا سلام عليك يا حبيبتي، دايما تعمل حساب كل حاجة. قوليلي، ناوية تعزمي مين في الحفلة دي؟ كل اللي تحب تعزمهم. طبعا هنعزم الأستاذ حامد ومراته. طبعا، وكل الجيران كلها. كل سنة وأنت طيب. وأنت طيب يا حبيبي. كل سنة وأنتم طيبين، وأنت بالصحة والسلامة. عقبال ألف سنة. متشكرين. اتفضل يا استاذ مين. ايه ده استاذ؟ دي هدية بسيطة. يا فيك الف شكر. اتفضلي، هدية متواضعة بمناسبة عيد جوازك. متشكرة. كفاية هدية منير. دي هدية بسيطة، ارجوك تقبليها. لكن احنا ناس على قدنا، ما نقدرش نرد الجنيه ده. بالعكس، قبولك الهدية يعتبر تنازل كبير مني. وافرضي يا ستي انا بقدمها رشوة لجوزك علشان ياخد باله مننا في الشقة. الا الرشوة يا صديقي، الكلام ده كان زمان. على كل حال ميرسي قوي. العفو. اتفضل. ايه يا سمونير، احنا مش هنشرب حاجة ولا ايه؟ نشرب شربات يعني؟ يا عمر. عمر ايه؟ انت هتستعبط لي؟ ايه اللي شربات؟ ويسكي شمبانيا؟ لا، الكلام ده بطلته كله من يوم ما اتجوزت. كده؟ أيوة. طيب سيب لي المسألة دي عليا. يا مفيسة. يا فندم. هات لنا أزازة الشمبانيا.
الحفلة؟ مش قوي. يبقي بقى مش حاسة بنفسك ولا حاسة باللي حواليك. محدش قالك مرة اني كذابة. ايوه انت. بنظرة من عينيك الحلوة. يا ربي اسعد لحظة في حياتي. امتى؟ بكرة لما اتجوزك اعمل لك فرح كبير الجو واجيب لك لمزيكا العربي والافرنجي ويبقى فرح فرانك ورا بعض. ربنا يطول لك في عمرك يا عمر، بس مش هجيب لحظه. عصا ايه؟ انا راجل كد، بحب الكد واموت بالكد. الله ايه ده نفيسه، ايه ده نفيسه. الله ايه بنت بافه. انا مالي مين من انت بنت بافه؟ ثلاث مين وغيره مين؟ عيب عندنا كده لما اتجوزك مش عايز حاجه زي دي ابدا. ايه ده نفيسه؟ نفيسه ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. وانتي طيبة. رايحين فين؟ لسه مات؟ لا ميرسي، اصل انا اعصابي تعبانة. يلا يا حبيبي. يا اعصابك دي بتفرسلي بتقتلني. كنت عايز تبات عندهم. تعمل ايه ازاي؟ تديها اسوير هدية. انت اتجننت. ليه؟ عشان ايه تديها اسوير هدية؟ علشان مصلحتنا. مصلحتنا ولا مصلحتك؟ ما تنسيش ان جوزها سكرتير شركة الاقطار، يعني كل اعمالنا تحت ايده. بلا كلام فارغ. هدية ومنين؟ من مالي انا؟ من فلوسي اللي عملت بحتر فيها يمين وشمال. انا افتكرتك اتجوزتني عشان حبتني، لكن مع الاسف انت اتجوزتني عشان فلوسي. عشان فلوسي بس. انا متشكر يا ست سعاد. حامد انا مش قصدي. انا عذر. الغيرة اللي مسكاكي وضغط الدم اللي عندك مأثرين على أعصابك. أنا مش عيانة. أنت عاوز تقتلني بالوهم بس. أبداً. أحلف لك بشرفي أنا خايف على حياتك. لو كنت خايف على حياتي كنت تحرص على شعوري وما تغزلهاش قدامي. أنا مش كده؟ أنا غزلتها قدامك؟ أنت بتظلميني بالكلام ده. أحلف لك بإيه بس علشان تثقي فيا؟ تحب يا ست من بكرة نصفي حساباتك مع الشركة وأقطع علاقتي بيهم؟ سؤال حبيبي، قولي لي بس عايزاني اعمل ايه؟ عايزك تكون لوحدي انا، وحدي بس يا حامد. يا حبيبتي ما تعرفيش قد ايه انا بحبك. لو كان الكلام اللي بتقوله ده صحيح كنت اكون اسعد واحده في العالم. يا روحي يا حياتي. اهلا اهلا بالاموره. انت جاي عندنا؟ اتفضل. ايه ده؟ طيب يا ستي على مهلك. ايه جاية من المدرسة؟ ايوه. اتفضل. اهلا وسهلا. نهارك سعيد يا هاني. اتفضل اتفضل. اتفضل ازاي بس؟ مش لما اعرف اذا كان بابا هنا ولا لا. اتفضل، زمانه جاي حالا. قولي لعمر يعمل قهوة يا سيهان. حاضر يا ماما. آسف لأكون أزعجتك ولا حاجة. لا أبدا، اتفضل. ميرسي. ما تعرفيش قد إيه أنت رقيقة بفط المطبخ دي. دلالة على إنك ست بيت بمعنى الكلمة. يا ريت مراتي زيك. ليه؟ دي الناس حاسدينك عليها.
حاسبني على ايه يا حسرة؟ غريبة. ولا غريبة ولا حاجة، طول عمرها ما تلتفت للبيت، بالعكس دايما مكشرة وبتتصور من ناحيتي اشياء غريبة خالص. لازم بتحبك علشان كده بتغير عليك. ايوه لكن مش للدرجة دي، الغيرة لها حدود. انت تحب الست بتاعتك تجامل حد غيرك؟ طبعا لا. كذلك الست زي الراجل تمام، لها نفس الشعور ونفس الاحساس. طيب ليله الحفلة لما شفت الرقاصة ازاي كانت بتلف حوالين منير، واحنا كلنا كنا واخدين بالنا ازاي جوزك كان مشغول بيها، ليه ما غرتيش عليه؟ ها؟ ليه ما نكدتيش عليه حياته؟ ما بتحبش؟ مش معقول ما عملتيش كده انك ست كاملة عاوزة تحافظي على عشك الجميل؟ الجواز ده اسمه ونصيب يا خسارة، ليه مش واحد زيي وواحدة زيك يظهر ان انا دخلت وياك في موضوع ما يهمكيش؟ يا سلام منير اتأخر خالص عن اسمك. اهلا استاذ حامد. اهلا. هو ايه المدير ما جاش النهارده؟ والله ما جاش بعد الظهر. يا خساره، كنت عاوز يسهر معايا. اعمل ايه مدام حضرتك منسايب فينا؟ والله حضرتك عارف الشغل كتير، ومراتي لو اتاخرت شويه بتنشغل عليا. ما تيجي تسهر معايا. والله ما اقدرش يا استاذ حامد. يا سيدي افرض ان عندك شغل. ما تاخرنيش. لا عليا. الراقصة كيتي في إحدى رقصاتها المحبوبة. سلام. مدهشة مدهشة جدا. طب ما تشرب يا اخي. اشرب اشرب. بونسوار يا حامد. اهلا بونسوار. ايه الحكاية يا اخوي؟ هما كلهم يعرفوك. امال ده كان زمان فالنتينو الشرف. فالنتينو؟ طب اخويا الحقني ببركاتك. صاحبك ده دمه خفيف قوي يا حامد. انت اللي شربان شمباني شمباني من اللي اتدوخ من اول شفا. ما يلا بينا نخش سالة الفكرة. عمر يا اخت حد الله بيني وبينه. لا لا لا، ما انت مش هتلعب، انت هتقعد معايا بس عشان تجيب لي الحظ. الحظ؟ انا موت في الحظ. ادوب في الحظ. ما جاء الله يا زحامي. تفضل يا حبيبي. يا حبيبي الليله كان حظك كبير قوي. على قلبي بقى يا حامد، دي اول مره العب من يوم ما اتجوزت. لا سيبك من الكلام ده، تعالى انت لازم بتغسل عين عنك. ابدا يا حامد وحياتك، انت عارف بقى يا وش الامورة الحلوة. اسمع يا حلو، خد ادي ايه
نص المكسب علشان ميرسي. الساعة كام يا حمد؟ اه لسه بدري، الساعة تلاتة. تلاتة يا نهار ابيض، مرات اقول لها ايه الوقت؟ اهو داعي دايما تغرق في شبر مية. قول لها انك كنت فرح واحد صاحبك. فرح؟ والفلوس دي لميتها نقطة ولا؟ اخترع أي حاجة يا أخي، يلا مع السلامة. مش ماشي؟ لا أنا زيك زي الفراخ، أنام من بدري، أنا قاعد يا حبيبي. أنا ماشي. صاحبك ده عاد مطاري قوي. إيه ده؟ على إيه؟ أنت لسه لهفة منه نص المبلغ. اسمع، مهمتك زي ما قلت لك، لازم يقع في هواكي. سيبك، ما تخافش عليا. سعيدة. كنت فين يا منير؟ كنت في الشركة. أصل النهاردة الشغل كان كابس عليا بشكل بقى. شغل؟ أه؟ وده كلام حدش صدقه. ما حدش صدقه؟ بلاش، على إذن منير. أه؟ لسه التحقيق ما اتقفلش؟ أنت كنت دايما تقول لي الحقيقة، عمرك ما كدبت عليا، وده كان سر سعادتنا. سعادتنا؟ طب يعني هي سعادتنا يعني جرالها ايه؟ حصل لها ايه يعني؟ ما تخبيش عليا. يا زيت عميل، عميل ما تعرفيش عميل يعني ايه؟ صمم ان النهارده لازم اخلص له كل الشغل، وادي الدليل اهو. اهو يا زيت صدق؟ ايه دول؟ دول المكافأة. أصل يعني كنت أسهر وأذكر كده على الفاضي، مش معقول. والله أنا خايفة يكون حد بيغويك على طريق الشر. شر؟ شر بره بعيد. ما تفكريش في الحاجات دي هذه. اسمع يا منير، ما يخربش البيوت إلا كذب الزوجين على بعض، أو إذا واحد منهم سلم نفسه للشيطان. الشيطان؟ لا كله إلا الشيطان بقى، أنا ماليش دعوة بيها. طيب تحلف لي إن كلامك ده صحيح؟ ها؟ أحلف لك يعني؟ هي حكاية؟ هي دي الحقيقة. طيب قوم نعمل حبيبي، أحسن باين عليك تعبان أوي. والله انا قرفان خالص النهارده يا نفيسه. ليه يا عمر، حصل حاجه؟ ايوه حصل ونص. عندك سمونير عرف سكه الويسكي والتنياك، وعشيت امبارح كان هيتكلم الست وهتطوح. يا نهار اسود، قلت حي، وكل راجل يمشي ورا الكلام الفاضي ده يبقى اخرته مهببه مطينه. كل الرجاله كده، ما لهمش امان ابدا. واه بقى احنا ملناش امان. طب والجنس اللطيف، وش يا لطيف منه؟ يا لطيف منه ليه؟ بنذكر زيكم، بنخدم ربنا زيكم. انتم اه منكم انتم يا بنات حواء. اخرب، ده احنا اسيادكم. اسيادنا؟ اسيادنا ازاي يا نفيس؟ جبت الكلام ده منين يا نفيس؟ هي دي الحقيقه. الحقيقه؟ وانا الغلطان اللي كنت هتجوزك؟ احنا لسه على البر. على البر ولا في البحر؟ اهو انتوا كده، اللي يقول الحق تزعلوا منه. اخونك التفاحه اللي جربتها نطفح حالك. ما كنتش تزعل كده يا وان. اصل انا ددي يا نفيسه، واحب الددي يا نفيسه، واحب تكون مرباه يا نفيسه. هو انا قلت حاجه؟ لا معبيه زوج، وخشمك هيبط منه الجدب يا نفيسه. من ليه؟ يعني خارج كتير متصبح عليك. لا ابدا، خصوصا النهارده اول الشهر. مع السلامه. ايوه، المدير فاكر الامر مهم وسابنا في الظرف ده. في ايه ظرف؟ في 500 جنيه عشان توضيحهم في البنك. خلصتي لي جواب شركة المنسوبات؟ هيكون جاهز بعد ربع ساعة. طيب أرجوك بسرعة، يلا. ألو أستاذ حامد؟ أهلا أهلا أفندم. لا والله الليلة دي ما أقدرش. إزاي الكلام ده؟ لازم تسهر معانا، عندي شغل كتير.
لا عافيني المرة دي، خليها مرة تانية. ايوه معلش، مع السلامة. تفضلت تاني منير. اهلا امال، اهلا وسهلا. اهلا بيك. يعني انت بتسأل؟ والله مشغول قوي يا امال. يعني هتفضل كده مشغول طول عمرك؟ قولي هنقضي السهرة الليلة فين؟ لا لا، الليلة مش ممكن ابدا يا امال. ارسى عليك، دايما تكسفني كده. لما ما تكسفيش بس يعني. لا انا محضرة لك مفاجأة الليلة، انما لذيذة قوي. يلا يا منير يلا. يا امال بس يعني. يا منير يلا. يلا يا منير. سيداتي آنساتي سادتي، استعراض اس الورد. جيت اقعد معاكوا شويه واروح. وبعدين وليان؟ ما تتصورش قد ايه ضميري بيأنبني لما نزلت على مراتي. يا حرام، لكن انت لسه صغير على حبيبتي. اشرب الكلب عشان خاطر. لا معلش كفايه. اخطى عليك بتكسفني. اهو. بصحتك. اشرب يا اخي. ماشي. يلا بينا نجرب حظنا الليل. لا انا هتفرج على النمره الجايه دي واروح. مش هتعجبك. يلا انت ما تلعبش، يلا تعال اقعد معايا عشان تجيب الحق. انت حظك كبير قوي. يلا يا شيخ يلا بينا. يلا الله هتكسبها. يلا يلا. دلوقتي السيف 20 جنيه، فات بيجي يلعبوا 20 جنيه، 10 جنيه كمان، 10 جنيه بالدور، 5 من 2 8
كمان 3 دقائق. بيت سجيل ابو 40 جنيه. منه 20 جنيه. 20 جنيه رزق. بيت سجيل ابو 20 جنيه. مين 5 جنيه؟ مين 10 جنيه؟ مين 20 جنيه؟ 10 جنيه كمان. 10 جنيه. 10 جنيه مين كمان؟ شوف وش 10 جنيه. طلع كارت ونسيت. السيت 7 بو اديني 10 جنيه. 50 جنيه. ما اديني بيش ب50 جنيه. كيف 50 جنيه؟ 25 25 30 35 40 45 50. بيت سجيل ابو 80 جنيه. 30 منه. 50 جنيه بس. 30 منه. 28 جنيه. كارت مسي. ثمانية. 9 ابو. أمي جرسون 160 جنيه فات بجي. مين 100 جنيه؟ 60 جنيه رسل. كيس مين 60 جنيه؟ أيوه المي 100 جنيه. شكرا. كارت أنتم مين؟
هنكمل بقيه السهره فين يا حاج؟ حبيبك ابعد عني ارجوك، كفايه خربت بيتي. خربت بيتك؟ ليه؟ فلوس الشركه اللي لعبت بيها دلوقتي هردها ازاي؟ طب ولما انت مش قد الجو ده جاي هنا ليه؟ كويس وخربت لك كده. طبعا من غيرك انت اللي يقدر. ايه؟ عشرة. ميرسي، انا دايما تحت امرك. انا قلبي كان حاسس من اول يوم كذبت عليا فيه. ادي اخرب كل راجل يغير طريق سيره مع بيت. كفايه. كفاية لا كفاية. وبيتك وبنتك ما فكرتش فيهم؟ المهم دلوقتي اعمل ايه في المصيبة اللي انا فيه؟ مش ممكن هصدق ان الفلوس وقعت مني. وعينك وده كلام حد يصدقه يا منير؟ احلف لك بايه ان انا صادق؟ ما فيش غير حل واحد، نهرب من البلد دي ونقعد في بلد تانية بعيد. تهرب؟ ايوه. علشان المدير يبلغ النيابة ويبقى اعتراف منك بالجريمة، ساعتها يرموك في السجن زي المجرمين. امال اعمل ايه بس؟ ده مبلغ كبير، 500 جنيه اجيبهم منين بس؟ ما عندناش حاجه تسدده، مفيش غير الهرب. في حل تاني شريف. ايه هو؟ تروح للمدير وتعترف له بالحقيقه وتطلب منه يقسط لك المبلغ. اشوف ربنا. مش قادر اصدق ازاي مبلغ كبير زي ده يقع مني. ارجوك تقسطوا عليا. وده كلام معقول؟ سمعت عن حاجه زي دي قبل كده؟ فانا مضطر ابلغ مجلس الاداره. ويخلصك بيتي يتخرب ومراتي وبنتي يشردوا. انا طول عمري بخدم الشركه بامانه واخلاص. اتفضل مجلس الاداره اللي يتصرف معاك. مستني ايه؟ اتفضل. الشرطة. المدير بلغ مجلس الإدارة. مجلس الإدارة؟ عشان إيه؟ أصل منير كانت وياه عهدة ب 500 جنيه اتسرقت منه. يا مسكينة. سعاد هاني، أنا اتكلمي يا إلهام هاني، اتكلمي. سعاد هاني، ما تتصوريش النكبة اللي هتحل علينا لو اتحبس منير. هنتشرد، هنجوع انا وبنتي. منير هو كل شيء لنا في الدنيا. وانا ايه اللي اقدر اعمله لك؟ ارجوكي ارجوكي سلفيني المبلغ ده الله يسترك. يا ريت كان معايا، ما كنتش اتاخرت عنك ابدا. بس انا اراضي لسه ما جاليش في العزه. متشكره. Thank you.
سؤال، ما لها الهم؟ مسكين، وهي عايزه منك ايه؟ عاوزاني ادفع لها المبلغ وتبقى تردولي بعد عمر طويل بقى. طب وايه المانع؟ المانع ان انا عايز اخلص من جيرتهم. يا شيخه حرام عليكي، انت ما عندكيش قلب تشرعي عيله بالشكل ده علشان غيرتك اللي من غير سبب، علشان ظنك السيء؟ لا يا سعاد، انت بنت الحسب والنسب، ما تعمليش كده ابدا. انت دلوقتي بتديني دروس في الفضيله يا حامد؟ ادي اللي ناقص. انا عارفاك انت بترمي ورا ايه. انت غلطان يا سعاد، لو كنت انا زي ما بتتصوري ما كنتش ابعده عن السجن، بالعكس اخليه يتحبس عشان يخلال الجو. انا في الحقيقه اللي صعبان عليا بنته الصغيره اللي هتروح ضحيه. سعاد حبيبي ورحمة بابا، وحياتي انا عندك اعملي فيا الجميل. امري لله يا حامد، غصب عني. انت عارف انا ما اقدرش ارد لك اي طلب. اقدر ادخل؟ انا سعاد قالت لي على كل حاجة، وانا جاي اقدم نفسي لخدمتك. صحيح، يعني المبلغ موجود، انا ما طقش اشوفك زعلانة ابدا. كتر خيرك كتر خيرك، انا مش عارفة اشكرك ازاي. يا سلام يا إلهام، انت عارفة كويس شعوري من جهتك. عارفة. اذا نقدر نتفاهم؟ نتفاهم؟ انا مش فاهمة، لما يجي منير تتفاهم وياه على دفع المبلغ؟ مبلغ؟ مبلغ ايه؟ انا ما تهمنيش الفلوس ابدا، انا كل اللي يهمني رضاك انت عليا. طبعا انت عارفة اصلا انا مش مساوي يا إيهاب، المبلغ موجود تقدر تاخديه حالا وتنقذي بيه جوزك اللي انت بتحبيه قد انا ما بحبك. وفر فلوسك، انا مش عايزاها، مش عايزة انقذ منير على حساب شرفي. لا يا استاذ، قد كده الانسانية اتعدمت من قلوب الناس، مفيش حاجة في الدنيا تتعمل الا بالثمن، حتى لو كان الثمن قذر. اطلع بره، انا مش عايزة فلوسك. طيب اللي كل السبب روح انت. تليفون علشان الو مين؟ منير؟ عملت ايه يا منير؟ بتقول ايه؟ مجلس الإدارة هيبلغ النيابة؟ ليه كده يا ربي؟ ليه كده يا رب؟ ايه رأيك بقى؟ لسه مصممة برضو على في دماغك؟ يعني اوفر فلوسي؟ ارجوك ارجوك ما تضيعش الوقت. يعني افهم من كده؟ اعمل معروف مش وقته. طيب كلمة كلمة واحدة منك بس تطمن قلبي. طيب روح. استاذ سامي عاوز حضرتك. ايوه حاضر. سعيد يا فوزي. اهلا وسهلا. تسمح لي بديها من وقتك؟ والله ما عنديش وقت، فوت عليا مره تانية. لا ده انا جاي لك في مساله منير وجايب لك معايا المبلغ اللي خدته. والله يا حامد المساله خرجت عن ايدي واصبحت في يد عضو مجلس الاداره المنتدب. طيب ما تقول له على المساله دي يا اخي. طيب يا سيدي وهو كذلك. اتفضل. بس اهلا. تعال يا استاذ حامد. يا راجل ما تهتمش، المبلغ معايا وهدفعه دلوقتي. انا مش عارف. ولا كلمة، احنا جيران يعني بقينا اهل. انا مش عارف اشكرك ازاي يا استاذ حامد. يا سيدي وافق على قبول المبلغ. وهو كذلك مع الف شكر. اتفضل.
بس قرر رفتك وحرمانك من المكافأة. رفدي ولا تهتم، كل حاجة هتتصلح. تعال معايا أضع خف من أول سعيدة يا فوزي. منير منير أحمدك وأشكر فضلك يا رب. أنت كمان تشكر الأستاذ حامد، مثال الشهامة والمروءة والإنسانية. لولا كان زماني الوقت في السجن إلهام، دفع كل الفلوس اللي علي. منير أيوة. هتعمل إيه مع الأستاذ حامد؟ أعمل يؤمر ولا تحت أمر، ده لو طلب حياتي كمان ما تبقاش غالي عليه. على ايه يا سيدي، المسألة بسيطة خالص. احنا لازم نقسط له المبنى. طبعا ده انا لازم اعمل كل جهدي علشان ارد لك شيء من جميلة. لازم تعمل حساب، احسن تخسر صداقته يا منير. اخسر صداقته؟ ده انا اخسر العالم، اخسر حياتي ولا اخسرش صداقته. متشكر، عن اذنكم. اوام كده علشان اسيبكم مع بعض. ما هو بدري، انت وراك ايه؟ معلش، مع السلامة. الله يسلمك. مفيش فايدة، الشركة عملت نشرة وكل الناس عرفت بحكايتي، محدش هيقدر يشغلني بعد كده. معلش لازم الواحد يكافح، بكرة تتعدل. تتعدل منين؟ سيختك وبعناها والعفشة ده احنا بنبيعه حتى ورا حتى، هيبقى فاضل ايه؟ فاضل ايماننا بالله يا منير. انا كل اللي حرق قلبي الخمسمية جنيه دول، انت عارف اردهم ازاي. وعارف حالتي، يستنى. والله كتر ألف خير، مين يعمل كده؟ نجاني من السجن ورد لي كرامتي وحفظ شرفي. طيب قوم استريح. هتكفر ليه يا عمر؟ والله الحالة هنا بقت هنا تصعب على الكافر يا نفيسة، وأنا ما يخلصنيش أشوف سمنير صديقي حالته مضايقة بالشكل ده. ونقعد انا حنسافر البلد نبيع له قرطين الطين ونجيب له القرشينات بتوعهم، يمكن الحاله تتعدل معاه. هتوحشني يا عمر. احسن بس انت تنجري عليهم وتشجع عليهم وتقومي بالواجب بتاعي، وانا لما نرجع بالسلامه عينيا الاثنين لك يا نفيس. تسلم عينيك يا عمر. لا فيني جت بقى يا نفيس.
الجرس ما بيضربش ولا ايه؟ ايوه. الله، امال فين العفش؟ بعناه علشان نعيش. ايوه يا الهام، لكن انا خايف عليك، خايف على شبابك، على جمالك اللي هيبعد من حسني. لازم تفكر بمستقبلك. ارجوك يا استاذ الهام. انا لازم اقول كل حاجه. انا بحبك يا الهام، سويتي حياتي تحت امرك، بس اموري. ارجوك تخرج قبل منير ما يجي. انت بتطرديني يا الهام؟ طيب معلش، هيجي يوم تفكري في كلامي. سيبك من اللي في دماغك يا استاذ حامد، مش انا اللي ارتكب غلطه توسخ سمعتي وشرفي، مش انا اللي اغوم جوزي على شان الفقر. لا، ولازم تعرف ان مفيش حاجه في الدنيا تفرق بيني وبين جوزي الا الموت. انت فاهم؟ اطلع بره. طيب اتفضلي امضي للوصل ده ب 500 جنيه. اتفضل. وارجوك تقطع كل علاقة بينك وبيني. حاضر يا الهام هادي. مش انا اللي ارتكب غلطة توفر سمعتي وشرفي، مش انا اللي تهون جوزي علشان الفقر. لا، ولازم تعرف ان مفيش حاجة في الدنيا تفرق بيني وبين منير الا الموت. فاهم؟ اطلع بره. سيداتي، آنساتي، سادتي، أغنية نص الليل. Thank you.
الدنيا حلوة بشكل. أنا كنت عبيط خالص. عبيط إزاي؟ تصور إن أنا من ساعة واحدة كنت حبيبي. إيه الكلام؟ مين ده اللي حياتي؟ الفقر والبؤس اللي أنا فيه ده. يا شيخ قول لي ده، أنا افتكرت حد تاني. صدقني عارف ساعة ما قابلتك يا حامد أنا كنت باعت جواب لمراتي. بقول لها بمجرد ما هتستلمي جوابي ده هكون أنا خلاص. بص يا حامد كده؟ أنت رخام ولازم أثرت عليك. أبدا. قوم بينا نغير الجو ونشم شوية هواء. يلا. الحساب طيب ما تنزل نتمشى شوية. مش عادته يتأخر لحد دلوقتي. غريبة. تحبي انزل ادور عليه؟ لا متشكرة. تعالي هنا. انت جاية منين؟ كنت فين؟ كنت بتجسس عليك يا نادل. بتتجسسي عليا؟ يا خاين يا عديم الضمير، مش ده منير صاحبك؟ عامل فيك ايه عشان تعمل فيه ده كله؟ سؤال في عرضك، وطي حسك، ما توديتيش في داهية. انت اللي زيك لازم يقضي طول عمره في السجن، مش ممكن اعيش معاك يا مجرم. اخرسي يا راجل. اخرسي. انت ازاي تتجسسي عليا؟ ازاي تلعبيني؟ لازم اخدك حبك. ستك عيانة. ستك بسرعة. انتهى الدكتور حسن. الدكتور حسن. الله.
يا عم احنا مالنا؟ حرام عليك، يلا بينا. ايه اللي شفته؟ الضغط اللي عندها عالي، في خوف منه. وايه العمل؟ انا هكتب لها على حقن، تدوها كل يوم حقن، وفي كمان حبوب تدوها 3 مرات في اليوم، وابتدي تحطوا مخدات تحت رجليها، وحاولوا انكم تخلوا راسها واطي شويه، وكل ليله قبل النوم حطوا رجليها في ميه سخنه لمده 10 دقائق او ربع ساعه. على الله يشفى. تشكر يا عفو. السلام عليكم. عليكم السلام. الحالة دي خطرة جدا ولسه فاقد النطق. محدش استدل على شخصيته؟ مفيش يجيبوا اي اوراق؟ لا، ودوه اوام على اوضه العمليات. 1 2 3 انا متاخرت قوي. ايه بتكون بقى الطاقة؟ Thank you.
قال له جريمة قتل في الصحراء. متشكرة. اسمعي من فضلك. ما كتبتش دواء، تفضل نايمة كده زي ما هي. حامد، أنا حموت حامد، حرام عليك، حرام عليك. وأعمل إيه؟ يعني أخلق لك دواء مخصوص؟ الدواء، روشد. روشتة؟ روشتة ايه؟ الحكيم ما كتبش حاجة، قال ان عياكي ملوش دواء وهتنطفي كده زي الشمعة شوية شوية. لا يا حامد، انا مش عايز اموت، حرام عليك، انا ما عملتش حاجة، انا بحبك، بحبك. بتحبيني ونسيتي انك اتجسستي عليا، انك رأيتيني وشفت كل حاجة؟ وعشان كده كنت عاوز تتخلص مني، اخصى عليك دي من غيرتي. لما شفتك خارج من عندها كنت عاوز اقول لجوزها عشان يقطع العلاقة اللي بينك وبينها. بس كده؟ وعرفت ايه كمان؟ ولا حاجة يا حامد، ولا حاجة. ويهون عليكي لما جوزها يقتلني؟ انا كنت اموت قبلك. امال كنت جايه منين ساعه ما شفتيني خارج من عندها؟ انت بتغير علي يا حامد، كنت جايه من السينما يا حبيبي. من السينما؟ يا حبيبتي يا سعاد، وانا اللي ظلمتني، ظلمتني. ايوه يا سعاد، الغيره كلت قلبي، افتكرتك اتضايقت مني وابتديت تغيري طريقة حياتي. أنا يا حامد
مش ممكن يا حبيبي، انا بحبك. صاحب اي 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 الله الله اموت. راح في عز شباب، راح واحنا محتاجين تراب رجليه. مسكين قاسى كتير. ايوه هو قاسى كتير عشان والله، ولو انها كلمة تقيلة مني هو استريح، انما انت يا الهام لازم ترحمي نفسك. الحي ابقى من ميت، دي سنة الكون. لازم تفكري في مستقبلك، هتعيش ازاي، هتصرفي على بنتك ازاي. لينا رب. ايوه يا الهام، انما انا مستعد اتبنى بنتي، انا محروم من اولاد. بنتي سهام. هاي وانت هتكوني موجودة وياها، اتجوزك وابقى ابوها. انا اتجوز بعد منير؟ مش ممكن، مستحيل. اما يعني هتعيشي رهبة طول حياتك؟ لازم تبص لمستقبل بنتك. انا هشتغل وربي بنتي. اشتغل اشتغل ازاي والبنت هتوديها مجدة؟ ارجوك ارجوك، مش وقت الكلام في حد زي دي. حاضر، عن اذنك وشد حيلك. الشد عليا. وبين جوزي الا الموت، انت فاهم؟ امشي اطلع برا، اطلع برا. لازم اقتله، جاري المجرم السافل، جاري. مش ممكن
يمكن تلوث ايدك بدم الشيطان ده. غواني غواني عشان الوث اسمه وسمعته وشرفي، وقف في طريقي في كل شغله اروح فيها، وفي الاخر ارتكب جريمته البشعه النجل. انا ما صدعت لعيلتك، عايز ادخل السجن، سيبه لربنا. سيبيني سيبيني. ليه عملت كده؟ ليه عملت كده يا منير؟ انا اللي قتلته، انا اللي قتلتك يا حامد، قتلتك بايدي، انا اللي خلصت منك يا مجرم. اخرجوا انتوا، سيبوني مع الشيطان. حامد 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 يا حبيبي يا حبيبي. شفت انتقام ربنا يا منير؟ إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. صدق الله العظيم. بابا بابا بنتي بنتي.